الو، اي سليم، بقول لك ايه، انا عرفت موبايل زياد فين. يعني انت متاكد ان ده المكان؟ ماشي، لا مش محتاج اكتبه، خلاص عرفت فين، عارف اوصل. خلي بالك انت من نفسك بس واعملي اللي قلت لك عليها. يلا سلام. ايه الاخبار؟ في جديد؟ في جديد اهو، بس اصبر عليا لحد ما ضيف النهارده يجي وبعدين اقول لك ايه الجديد. ولو وافقت هو مستنيك تروح له دلوقتي. طب عرفيني مكانه وانا هروح له على طول. هقول لك على المكان اللي هو مستخبي فيه، بس قبل اي حاجه اسمعها منك واضحه، انت فعلا يا حسام مستعد تساعد سليم ولا لا؟ اه طبعا. ماشي. بس انت الصراحه غريب قوي يا رامي، يعني لا كاس ولا سجاره، امال مزاجك ايه يا عم؟ شكلك كده مزاجك في النسوان، تحب النسوان انت؟ ها؟ لا انا مزاجي حاجه تانية. ايه مزاجي حاجه تانية بالغمزه وحط ايدك؟ انت هتوترني منك ليه يا عم انت؟ انا مزاجي ان انا انصر المظلوم، بحس ان انا عامل دماغ لما اعمل حاجه كويسه للناس. اه ظلمتك انا والله. بيني وبينك هي حاجه حلوه يعني، موفره للصحه وللفلوس. ده حقيقي. ربما انا مش عارف اعمل ايه في موضوع الفيديوهات بتاعتي. لا رامي، يعني انا شايف بصراحه انك مقفرها شويتين في حوار الفيديوهات اللي نزلت. لا طبعا مش مقفرها، موضوع كبير جدا على فكره. ده عامل فيديوهات طالع فيها ابو زيد الهلالي. ما هي الناس برضك عبيطه يا رامي، يعني هم شويه يصدقوا ان هو هربان وابن كلب، وشويه يصدقوا زي ما انت بتقول ان هو ابو زيد الهلالي. الناس مش عبيطه على فكره، الناس بس طيبين يعني، غلابه بيصدقوا اي حاجه بتحصل. واحنا لازم نعمل حاجه بقى قبل ما يصدقوه بجد. طب نعمل ايه يعني؟ انا عن نفسي ممكن اعمل لك فيديو 18 ساعه متواصل اشتم لك في اللي جابوه. مش حل. طب ايه الحل يعني؟ مش عارف. بص يا حسام، انا عارف اللي هطلبه منك ده ممكن يبقى خطر عليك، عشان كده لو ما وافقتش انا مش هزعل منك، بس اللي خلاني اطلبه منك ان انا مستجدعك بصراحه، وانت وقفت جنبي كتير، وسؤالك على اهلي في غيابي برضه كبرك في نظري قوي، عشان كده انا واثق فيك وما قدميش غيرك، خصوصا كمان ان حوده جالي الاسم قبل كده وزنتي ممكن يعرفه لو شافه. تمام يا باشا، بس سعادتك متاكد ان الموبايل اللي عليه الفيديو ده هو اللي عند زنتي في البيت؟ اه، العنوان اللي جابته فريده هو اللي قاعد فيه زنتي. بعدين زنتي مش هيهدى ولا يرتاح له بال غير لو الفيديو ده كل يوم بقت في حضنه. طب يبقى كويس كده، يا بيت حلت من عند ربنا، نبلغ عنه وهم لما يجوا يقبضوا عليه يفتشوا البيت يلاقوا الموبايل، ويبقى كده خلصنا منه. هنبلغ نقول ايه وهيفتشوا على ايه؟ الفيديو اللي هناك ده بيثبت ان ابن لطفي هو اللي خبط البيت، لكن ما يثبتش مين قتل زياد. طب يا باشا فهمني، طالما الفيديو ده هو اللي هيقدم ولا هيأخر، هنجري ورا ليه؟ ومين قالك ان الفيديو ده لا هيقدم ولا هيأخر؟ بالعكس، الفيديو ده اول خطة وصلنا للحقيقه. طب يا باشا بالراحه كده فهمني، عشان مش فاهم حاجه بصراحه. ومن سمعك والله حسام بيه. بص يا حسام، انا مش عارف اعمل اي حاجه من في دماغي غير لما يكون الفيديو ده معايا. انا عايزك تراقب بيت زنيتي وتراقب زنيتي نفسه والناس اللي عايشين معاه، بيرجعوا امتى وبيخرجوا امتى. لو تعرف حتى ترسم لي كمان البيت والشارع كروكي يبقى كويس قوي. تمام، اعتبره حصل يا باشا. طب انت يعني هتعمل ايه يا سليم بيه بالحاجات دي؟ اروح اجيب الفيديو من بيت زنيتي. طيب ما طالما قفله بقى ضبه مفتاح كده يا زنيتي، ما تفكك بقى يا اخويا من اللي في دماغك ده خالص. المقفول نفتحه بالعافيه، وانا مش هرجع اللي في دماغي صفاء. يا حبيبي انت مش قلت ان زميلك قال لك ان هو ملوش اثر؟ يعني هروح فين يعني وعفريت؟ باينه بقى عفريت يا زميلتي. حتى لو عفريت هحضره. هتعمل ايه يعني؟ هتروح لشيخ؟ لا مش هروح لشيخ، هروح للوحيد اللي يعرف مكانه. ويطلع مين بقى ده ان شاء الله؟ ابراهيم السني. حاج عزام، راجل زهق واحنا مسقعينه بقاله كتير. اشرب شاك يا اسحاق عشان يدفيك، وما تقولش ان احنا بنسقعك انت كمان. دفيني؟ احنا جايين نهرج يا حاج. انت عارف مقبرة زي دي فيها ايه؟ عارف يا اسحاق. امال انا بحفر وراها بقالي سنين كتيرة ليه؟ غاوي مصاريف يعني على الفاضي؟ احنا بس عندنا مشكلة صغيرة كده وبنحلها. اهو الشيخ عطية جه اهو، هيقول لنا وصل ليه. اتفضل يا شيخ عطية. اهلا اهلا اهلا. اتفضل يا شيخ عطية، كنا لسه في سيرتك حالا. برضه مش بترد السلام؟ السلام على من اتبع الهدى يا اسحاق. ساتر، بتقولها من تحت درسك. انا رديت يا اسحاق، انت اللي مش عايز تتبع الهدى. اما انت شايفني على ضلال، تشتغل معايا انت وابوك في تجاره الاثار ليه؟ ولا ده مش حرام شرعا؟
النبي عليه الصلاة والسلام يا إسحاق. عليه الصلاة والسلام كان ليه شغل مع المشركين والنصارى واليهود. في الأثار برضو؟ ما كانش في تجارة أثار ساعتها. أمال عرفت منين إن هي حلال يا شيخ عقيل؟ بالعلم والقياس والاجتهاد. ولا أنت فاكرني جاهل بأمور ديني زيك يا إسحاق؟ كل زمن وله أوان يا أخ إسحاق. معلش عطية إسحاق أصله طول عمره بيحب الرلي. أنا كده مش هتكلم. هو الحيلة وهتاخده في صفك طبعا. اخلص يا إسحاق. كنت في سيرتي مع الحاج بتقول إيه؟ عاوزين نخلص المقبرة يا حاج. الخواجة جاهز. وأنا خايف يمشي. مفدحي. لا صلي على النبي كده في قلبك واهدى. أنت كده هتبقى بترفس النعمة برجليك. وده حرام شرعا. لو مشي يا إسحاق يبقى هو اللي رفص النعمة برجليه. بطل كهنة يا إسحاق. أنت مش قال إن الخواجة ده متأكد إن المقبرة دي هنا؟ هو قال كده صحيح بس. بس إيه؟ المقبرة في أرضنا وتحت إيدينا. مين يقدر يقرب منها؟ كلام مظبوط. بس برضو عطية يا ابني إسحاق عنده حق. خير بالراحة جدا. الراجل في إيدينا وجاهز. جاهز. وأعتقد إن هو ما قصرش معانا في أي حاجة. ليه بقى نمشيه؟ ندور على غيره. لو مشي يا إسحاق هيجي ألف غيره. كلام صح. عطية بيتكلم صح. وبعدين يا حاج ما أنت عارف. إحنا مخلصين كل حاجة. فاضل حتة الأرض بتاعت سي سيفتي ده وأنت عارف إنه معاصلك. طب والعمل يا ابني؟ شوفوا عاوز كام وخلصونا. ما بيحبش الفلوس الفقري. بس أنا شادد عليه جامد اليومين دول. طب افرض الشدة دي ما جابتش نتيجة. أنت عارف صالح دماغه ناشفة. لو الشدة ما جابتش نتيجة أنا عندي حل تاني. بس كنت مأجله شوية. الفل يا باشا. صباح الفل يا ابراهيم. صباح الخير. تسلم ايديك يا ست العرايس. معلش يا انسه هدى، اصل انا دايما اقول له نور اختي يا ست العرايس وانت بتفكريني بيها. طب قول لنفسك بقى اهو ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا وهعوضك بيا. ربنا يخليكي. والله انت ربنا عوضنا. انا بس مش عارف هي عامله ايه دلوقتي. هو انت ما بتكلمهاش ليه يا ابراهيم؟ اكلمها ازاي؟ مينفعش. سليم بيه منع التليفونات والحاجات دي، هتكون متراقبه. طب ايه رايك اكلمها لك انا؟ تتكلميها؟ اكلمها كاني واحده صاحبتها. لا لا استنى بس، منها انت تطمن عليها وهم كمان يطمنوا عليك. ايوه بس لازم اخد راي سليم بيه الاول. تاخد رايه في ايه بس؟ عايز تاخد رايي في ايه يا ابراهيم؟ صباح الخير يا ولد. صباح النور. صباح الخير يا عربي. صباح الخير يا فندم. هات لي نسكافيه والنبي. لا صباح الخير. صباح النور. ده انت مراقبني بقى؟ ده انا لسه داخله حالا. والله انت ادرى مني بحكايه المراقبات دي يا فريده. مراقبه ايه؟ حكايه النمره اللي انت اديتها لاحمد يراقبها لك. هيا سليم، ايه رايك؟ ماشي كلموها، بس لازم تخلي بالكم. ما تقلقش، انا هكلمها على اني واحده صاحبتها. يا هدى انا مش خايف منك انت، انا خايف منها هي. لما ترد عليكي وتلاقي واحده غريبه ممكن تتخض وتجيب اسمه ونروح في 60 داهيه. يعني هما في المراقبه يا بيبي بيبقوا مركزين قوي كده مع كل التليفونات؟ يا ابراهيم مركزين طبعا.
فرحتني، انت كنت لسه موافق. يا سيدي ولسه موافق، بس لازم نعمل حسابنا كده ونعمل زي ما عملنا مع هدى سيطرة. اديها اي امارة من بعيد بس ما تجيبيش سيرته خالص. صح يا سليم، فكر بقى يا ابراهيم بالراحة كده، فأمارة بينك وبينها موقف حصل ومحدش يعرفه غيركم. انا فاكر لما البت نورة كانت صغيرة كانت مرة وقعت واتعورت تعويرة كبيرة هنا في حجابها، وكانوا كلهم بيقولوا البت اتشوهت البت اتشوهت، لكن انا قلت لها ما تخافيش يا نورة وانا هخيطها لك يا حبيبتي، ورحت مخيطتها لها والحمد لله ولم يكن شيء في حجابها، خفت خالص. حتى انا وانا بهزر معاها بعد كده بقول لها يا بت ده انا لولايا كان زمانك اتشويتي ولا جالك عرسان وكنت قعدت في قرابيزنا. برافو عليك يا ابراهيم، اهي دي اماره حلوه جدا. صح يا سليم؟ برافو عليك يا ابراهيم. ايه وبتاع ايه؟ هتفهم كده يا ابراهيم يعني؟ ايوه يا بيه، عيب عليك، دي نور اختي دي ذكيه جدا، كفايه انها اخت. انا المشكله انها اختك، ربنا يستر الدماغ ما تطلعش زي الدماغ. يا بيه ده انا يعني انت بتشكك في قدراتي ولا ايه يا سليم بيه؟ خلاص بقى يا سليم ما تخافش، اطلبها من فضلك يا فريد. مفيش داعي من كلام لا يقدم ولا يؤخر. احمد اتشاف على السيستم، لما سالته قال ان انت اللي طلبته منه كده. سؤالي واضح، انت قلت له يعمل كده؟ احمد ملوش ذنب يا ياسر، احمد كان بينفذ اوامري، وانا طلبت منه كده علشان موبايل واحده صاحبتي كانت اتسرق منها. بلاش تكذب يا فريده، انا بنفسي كشفت عن النمره دي وعرفت ان دي نمره الولد اللي البي خطيبك قتله اللي انت رفضتني بسببه. سليم بريء يا ياسر، وانا عملت كده علشان اساعده واثبت براءته. يا خساره يا فريده، كنت فاكرك اذكى من كده. ده مش بس هيوقف لك حياتك، ده هيضيع لك كل حاجه. ياسر انت عارفه في المواقف اللي زي دي انا لازم ابلغ النيابه، بس طبعا انا مش هعمل كده عشان المكانه اللي ليكي في قلبي. اما احمد انا اكتفي ان انا هجازيه جزا كبير. بالنسبه لك انت بقى استقالتك تكون على مكتبي النهارده. ما بتردش هي؟ ايه ما بتردش على ارقام غريبه ولا ايه؟ لا لا هترد، بس هي بس بتستنى لو قعدت تلحق عليها هترد. خلاص بقى ابراهيم، هي شكلها كده مش سالكه. لا بيه بترد يا بيه، انا منبه عليها ما تردش على، بس اتصلي بس. معلش يا سليم مره كمان. اتصلي بقى اخر مره. اتصلي بس عشان خاطر، بس اول ما تقولي لها بس هتقعدي في قرابيزنا هتعنزي، بس قولي لها. نورا يا نورا. ايوه ايوه كنت بصلي في ايه؟ تعالي شوفي اللي عمال يزن ده من الصبح مش مبطل رن. الو الو. ايوه يا نورا ازيك؟ مين معايا؟ معقول يا بنتي مش عارفه صوتي؟ انا دعاء. دعاء؟ دعاء مين؟ دعاء عبد المحسن. نسيتيني ولا ايه؟ انا كنت ساكنه جنبكوا زمان. دعاء عبد المحسن مين؟ مش فاكره لما وقعتي زمان على حاجبك واتفتح واخوكي اللي خيطهولك؟ ها افتكرتيني ولا لسه؟ افتكرت. بصي كده في المرايه واعرفي ان لولا الراجل ده ما كانش حد هيبص في خلقتك. ايوه صح، تسلم ايده يا رب، ربنا يفك كرب. انتوا عاملين ايه؟ عامله ايه دعاء؟ وحشتيني. وانت كمان والله، انا كنت لسه في سيرتك انا وبابا، فقلنا نتصل ونطمن عليكي. احنا الحمد لله كويسين، المهم انتوا عاملين ايه؟ استني بقى هديكي بابا، هو عايز يسلم عليكي. الو الو، ازيك يا نورة؟ ازيك انت؟ انا الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله الحمد لله كويس. طمنينا على سميحة والبنات. احنا الحمد لله كلنا كويسين الحمد لله. بقول لك ايه، خد سميحة عايزاك اهي. ايوه سميحة. ايوه سميحة، عاملة ايه؟ ان شاء الله تسلم. انت عامل ايه؟ طمني عليك. الحمد لله الحمد لله سميحة، الحمد لله.
Thank you.